بدأت في استقبال آلاف المشجعين للمنتخب المغربي من مختلف المدن مصحوبين بآليات التشجيع على اختلافها. خالد أزدون، عبد الإله مزاحم والمعتصم بالله البوساوي. مدينة مراكش تعيش الحدث، المدينة ارتدت القميص الوطني والأعلام الوطنية تؤتت كل حركات عاصمة النخيل. فخر كبير أن نشجع الأسود وكل حسب طريقته. احنا جينا باش نتفرجوا في الماتش وجينا من الرباط وفرحانين ان شاء الله، بغينا يكونوا يديروا شي خمسه ان شاء الله. حماسيه وكنشوفوا الناس كلشي كيشجعوا المغرب وهادشي زوين مزيان. وتانا شريت لوليداتي لي كاسكيت باش يلاه نشجعوا المغرب. الاحتفالات بالمنتخب والمباراه تتواصل حتى ساعات متاخره من الليل. الدقه المراكشيه غيرت من كلماتها ودقاتها صوب عناصر اسود الاطلس. الجميع هنا يتغنى بتالق جديد للنقطه. كيجري سقطان بمدينة مراكش، لأن كنقولوا كيف ما قالوا الإخوة اللي سبقونه مسلمين سبعة رجال كيما كيف. وفيما يخص المقابلة في الأجواء، كنقول لك مراكش جميع الفنادق السياحية كل شيء مملوء وكل شيء مغاربة بطول مراكش. المقابلة في مدينة مراكش في هذه الوحدة الفندقية كتزن بالفرحة، والناس كلهم فرحانين بهذه المقابلة وكيتنبوا إن شاء الله بنتيجة إيجابية للمنتخب الوطني، وكلنا فرحانين. وأهلا وسهلا بالفريق الوطني المغربي. هكذا الأجواء قبل المباراة، والأمان أن تستمر حتى بعدها في مدينة البهجة.